حاصل تأكيد مستوياته المتميزة مصطفى مازقط هو هدفه الثالث. لاعب شاب وعنده إمكانية كبيرة. نشاهدوا الهدف الذي سجله سريع غيليزان عن طريق هذا اللاعب الموهبة الصاعدة سريع غيليزان. بعد الخسارة أمام نصر حسين داي ب3-0 كان مجبرا على العودة والاستفاقة. بعد ذلك ضربة جزاء الاتحاد بالعباس ضيعها سلطاني. كانت عنده فرصة كبيرة الاتحاد بالعباس حتى يعود ويضيع ويعدل النتيجة، ولكن سلطاني في التنفيذ ويضيع فرصة تعديل النتيجة. هذه الصور طبعا التي وصلتنا من زميلنا مهدي بالمهل الذي حضر هذه المباراة بينما يسيب خلف